بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وامسيه كرويه جديده من جمهور التالتة. النهارده في الجزء الثاني هكون مشرفني ومنورني جزء المشاغبين اللي جايب لنا الكلام بره وجوه، احمد شوقي ورهام حمدي في معلوماتي بكواليس وتفاصيل في منتهى الاهميه. ده في الجزء الثاني بمشيئه الله. اما فيما يتعلق بحلقه النهارده فهيبقى عندنا تفاصيل اعتقد ان السواد الاعظم منها رايح لمنتخبنا الوطني. زي ما حضراتكم عارفين انه المحترفين بتوعنا بداوا تباعا ينضموا الى المعسكر، حمدي فتحي محمد شريف وكلاهما كان من اختيارات الفنيه لكابتن حسام حسن. فان شاء الله الامور تمشي بشكل كويس. اديك انت شايف قدامك اهو حمدي مع امام عاشور مع اكرم توفيق، اللقطات اللي قدام حضرتك هذه اللقطات من مران منتخبنا الوطني اليوم. احنا اول ماتش هنلعب فيه نيوزيلندا. الدفعه الثانيه من بعثه نيوزيلندا وصلت للقاهره، والبعثه الجزء الاول منها كان وصل السبت، والحد وصلت الجزء الثاني من البعثه. لقطات بنتابعها دايما مع حضراتكم، احنا في متابعه دايما مستمره للمنتخب. فتره توقف دولي، طبيعي ان الاعين كلها تبقى رايحه ناحيه المنتخب وناحيه الكابتن حسام حسن وناحيه ما سيقدمه المنتخب مع الكابتن حسام حسن، مع الاسماء اللي البعض منها بيشهد رهان لاول مره بتواجد في المنتخب. دايما بتكلم في جزئيه مهمه، التواجد في منتخب مصر هو تشريف كبير جدا 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 لأي لاعب يكون موجود. وحقيقة الأمر أنه لازم تقدم مردود يشفع لك تبقى موجود باستمرار. مفيش أماكن محجوزة مع الكابتن حسام حسن كما هو واضح لحضرتك. زميلنا عمرو مختار كان متواجدا في معسكر المنتخب، نتابع مع حضراتكم هذه الرسالة. برحب بك زميل عزيز ابراهيم فايق، برحب بمشاهدينا الكرام من هنا من داخل معسكر منتخبنا الوطني، واليوم الخامس على التوالي لانطلاق معسكر منتخبنا الوطن تحت القياده الفنيه الجديده للكابتن حسام حسن. خليني اقول لك، يمكن النهارده حضر المعسكر اثنين من المحترفين حمدي فتحي ومحمد الشريف، ومن المنتظر ان يحضر غدا حجازي وايضا مصطفى محمد ومرموش ومحمود تريزيجيه. انا اقول لك في البدايه، اليوم النهارده بدا ان هناك محاضرة قبل الفطار، محاضرة فنية كابتن حسام حسن دايما مواظب عليها قبل الفطار، ويمكن حرص حمدي فتحي وايضا محمد شريف انه يحضروا المحاضرة وايضا ان هم يتواجدوا النهارده في التمرين. يمكن كابتن حسام طلب منهم ان هم يريحوا، لو عايزين يريحوا اللعيبة اصرت ان هي تشارك في التمرين اليوم. انا اقول لك النهارده التمرين بدأ بامور بدنية، يمكن حمل بدني بيزيد يوم ورا يوم، وده اللي بيطالب بيه الكابتن حسام حسن، وايضا جمل تكتيكيه وجمل اللي هو كابتن حسام بيقف على كل يعني كل حاجه في التمرين، بيقف على نقط كتير جدا داخل التمرين. يمكن التمرين بيقعد اكتر من ساعتين، يمكن بدا من حوالي الساعه 10 الا تلت، بيخلص الساعه 12 زي ما انتم شايفين كده. اللعيبه ما زالت بتتمرن ورانا. من المنتظر ان شاء الله زي ما قلت ان بكره ان شاء الله باذن الله اللعيبه الاربعه الباقيين من المحترفين يوصلوا بكره باذن الله. تاني باكد ان حمدي فتحي ومحمد شريف هم اللي اصروا ان هم ينزلوا التدريب النهارده، وقالوا للكابتن حسام ان احنا مش عايزين نرتاح، احنا كويسين وقادرين ان احنا نشارك في التدريبات. يمكن ده كل ما لدينا هنا من داخل معسكر المنتخب. عوده ليك يا ابراهيم، اتفضل. شكرا يا عمرو، بشكرك شكرا جزيلا على هذه الرساله بكل تاكيد. وفي سياق متصل وليس منفصل بنتكلم على هذه البطولة من حيث المسألة التنظيمية والاجتماع التنسيقي اللي شهد تواجد كل من الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، من ناحية أخرى الشركة المتحدة للرياضة الأستاذ محمد يحيى لطفي، من ناحية أخرى أيضا العاصمة الإدارية والمهندس خالد عباس رئيس العاصمة رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، وأيضا كمان معالي وزير الشباب والرياضة كان على رأس هذا الاجتماع التنسيقي دكتور أشرف صبحي. ما الذي نتج عنه؟ نتابع مع حضراتكم خلال هذا التقرير.
يعني بصدد ان احنا بنتكلم بنتناقش بشكل عملي على يعني التكليف ببطولة او دورة كاس مصر، كاس العاصمة، عاصمة مصر، كاس عاصمة مصر. فالفكرة في ان احنا يعني ان شاء الله نعمل حاجة تليق باسم وشكل مصر، ودورنا مع اتحاد الكرة طبعا الوزارة منوط ليها يعني متابعة كل الموضوع والتكليفات بشكل ومضمونه بما يليق بالكرة المصرية والتطوير الهائل اللي موجود، وأيضا يعني شكل وأداء منتخب مصر، سيما إن المنتخب اختار ان هو يدخل بالرغم ان في مرحلة لسه للبداية، اختار ان هو ما عندوش يعني ريسك معين، لا احنا ننزل ونشوف ونجرب اداء المنتخب. لكن يعني الاربع فرق بما في منتخب مصر فرق كبيرة، كمان الاتحاد الدولي زي ما اتحاد الكورة والاستاذ وليد هيوضح انه حط ده برنامج اساسي باشراف الاتحاد الدولي لأداء المنتخبات ومقابلتها، وعليها عناصر تقييم، ويكون الاتحاد الدولي كمان مشرف أعتقد في هذه الملتقيات فداخل إطار رسمي، وإحنا أول الدول اللي نفذت هذا الموضوع ده طبقا لتقرير اتحاد الكرة المصري. اللقاء النهارده الجماعي على أساس إن إحنا نضع كل النقط فوق زي ما بيقولوا النقط فوق الحروف بالنسبة لاستضافة هذه البطولة. بشكر طبعا العاصمة الإدارية، وطبعا الشكر الكبير جدا طبعا لخالد بيه عباس على الاستضافة وعلى القبول، التحدي الفترة الوجيزة السهلة جدا بسرعة حالا تلافينا كل المشكلة في البطولة. بعد الشكر في حاجات كتيرة جدا يمكن احنا اهتمامنا بيها كبطولة ليها مقومات بتبقى ملاعب تدريب، جماهير كرة القدم، استضافة الفرق. الحمد لله ان احنا الإقامة كويسة جدا في العاصمة، يمكن احنا جربنا الفنادق كلها والفنادق على اعلى مستوى. البطولة تم نقلها الحمد لله، احنا مع اتحاد الكورة المتحدة الرياضة مع اتحاد الكورة تدخلنا لما حسينا ان في نية للتراجع من الشركة المنظمة، ونقلناها مصر، والثلاث منتخبات عندهم ثقة في الدولة المصرية لتنظيم حدث على أعلى مستوى، من توفر بنية تحتية، ملاعب رياضية، ملاعب تمرين، استادات، جماهير. فكل مقومات الرياضة أو تنظيم الحدث الرياضي موجود. كان قرار بدعم من معالي الوزير إن احنا مهندس خالد عباس ان احنا ننظم هذه البطولة في 5 ايام او 4 ايام، مع وجود لاعبين دوليين في منتخب كرواتيا، في منتخب نيوزيلند، في منتخب تونس بمتطلباتهم. وكان حقيقة هنا في العاصمة الادارية تم استضافة الفرق بدون اي يعني، يمكن القرار كان سريع جدا، استضافة الفرق بمتطلباتهم. كل شكر موصول طبعا الأستاذ جمال علام والأستاذ محمد يحيى اللي هم برضو يعني الإدارين اللي بيدونا الفرص دي. يعني يمكن زي ما محمد قال الموضوع ما خدش أكتر من يومين أو 3 أيام بالكتير بإن في تواصل التليفونات، لأن طبعا إحنا لقيناها كشركة عاصمة فرصة جيدة جدا إن إحنا نظهر العاصمة الإدارية، مش بس الماتشات وفي اتفاقات إن هم نقدر نشوف مع الفرق إنها تنزل تصور في العاصمة، والتصوير والحاجات دي كلها، ودي طبعا دعاية لينا جيدة جدا لينا. والجزء الثاني طبعا عشان نبين للناس الجاهزية بتاعتنا إن إحنا حدث زي ده إنه يطلع في 72 ساعة برضه بفرق مش قليلة، الفرق كلها جاية فول تيم، يعني مش جايين حتى ماتشات، جايين منتهى الجدية. الحقيقة أنا عجبني جدا جدا مش فكرة إن أنت استضفت البطولة ديت وأنقذتها بس يعني كعنوان، إنما أنا مبسوط إنه الناس بتشوف بعينها تعاون حقيقي، تنسيق حقيقي، فريق عمل كبير بيضم أسماء كبيرة بهيئات كبيرة. فبقالنا كتير يمكن ممكن نشوف احداث بتتنظم بس ما بنشوفش ده بالشكل ده. الرسمه واضحه قدام الناس، يعني انا شايف قدام عيني اتحاد الكوره عامل دور،
انا شايف قدام عيني المتحده للرياضه منسقه مع اتحاد الكوره والامور سالكه. انا جوه المطبخ فبقول لك حاجه ممكن في اوقات كتير تحصل، فانا شايفها سالكه وشايف ان التنسيق على اعلى مستوى من اجهزه الدوله المصريه كلها. واديك حضرتك سامع العاصمه الاداريه وشركه العاصمه الاداريه والمهندس خالد عباس وهو بيتكلم انه فرصه، فالتعامل بالتنسيق على ان كل حاجه دي فرصه تفيدنا وتفيد البلد. انا مبسوط ان انا بشوف عنوان بالشكل ده، ده عنوان في حد ذاته ياسس للافكار اللي علموها لنا زمان دايما كلمونا فيها، يقول لك ايه اي عمل ناجح لابد ان يكون خلفه فريق عمل، في فريق عمل، وكل هيئه من الهيئات دي تحتها مجموعه من الكوادر والاسماء مرعب، عشان بس تبقى انت فاهم. فالتنسيق لما يجي بالشكل الهرمي ده اللي انا وانت شايفينه ده حاجه مهمه وتدينا في نفسنا ثقه، ومهم ان الناس تبقى شايفه قدام عينيها ده بيحصل. الحاجات اللي هي يعني بتطلع نتيجه بس انت ما بتشوفش العمل وما بتشوفش ها ما بتحسهاش قريبه منك قوي، بتحسهاش بتاعتك قوي، لكن اللي انا بقول لك فيه تعال على فكره ده ما كانتش جايه، واشرح لك القصه. بس احنا كلمنا ناس بتوع اتحاد الكوره، اتحاد الكوره احنا بعتنا للفيفا والعاصمه الاداريه، احنا لما اتعرض علينا من المتحده قلنا لهم تمام احنا موافقين، وزاره الشباب والرياضه قالت احنا جاهزين جدا جدا يلا اعملوا، احنا نشوف ايه الحاجات اللوجستيه اللي احنا نقدر نعملها ونساعدكم. فهي دي الجزئيه اللي انا بقول لك عليها ومحترمها جدا جدا في البطوله دي، فليها طابع خاص تكمل وتحلو بحاجتين، واحد الجمهور، اتنين اداء ونتيجه. ده طبعا ايه كلام الكوره يعني. تعالوا نروح ليه زميلنا صلاح عقده نطمن على الحاله الصحيه للكابتن احمد رفعت. صلاح اهلا وسهلا بيك، تحياتي، مساء الفل، اخد منك اخر الاخبار اخر التفاصيل المتعلقه بالحاله الصحيه لاحمد رفعت. مساء الفل عليك زميلي العزيز ابراهيم فايق من اسكندريه. بالتاكيد دايما بناخد التقرير اليومي، لكن التقرير اليومي النهارده خدناه مكتوب وخدناه من على الوجوه كمان، يمكن اطمئنان اسره احمد رفعت النهارده اخواته محمد ومحمود. التاكيد للتقرير اللي احنا خدناه كان واضح جدا على وجوههم النهارده، حاسين ان هم في حاله متغيره، مبسوطين جدا النهارده عكس الايام اللي فاتت. خلوا لك يعني نبدا بالتقرير. الحاله متغيره للايجاب، الحاله متغيره للاحسن، تقصد كده للافضل؟ اكيد للافضل طبعا، للافضل. النهارده اتعمل رسم مخ لاحمد، وتم التاكد بعدم تاثر المخ باي شيء خلال المرحله السابقه، وده كان خبر مهم جدا النهارده كل الطاقم الطبي المعالج لاحمد. ايضا اتعمل ايكو على القلب، وده كان مطمئن جدا على غير المتوقع، يمكن كانوا بيعملوا الايكو على اعتبار ان هم بيشوفوا ايه اللي حصل لحد النهارده بعد كل اللي حصل خلال المرحله اللي فاتت. النهارده كانت الايكو كان مطمئن جدا للكابتن احمد رفعت. وظائف الكبد طلعت النهارده جيده جدا، لم يتاثر الكبد ايضا باي مشكله حصلت خلال المرحله الماضيه. ودول ثلاث اخبار مهمين جدا، الفريق الطبي النهارده كان مهتم بنتيجتهم قبل ما نطلع بالتقرير النهارده. المشكله بقى حصلت في النقطتين وهم دول المهمين في الكلى، ولا زال احمد على الغسيل الكلوي حتى الان، موجود ايضا على جهاز التنفس الصناعي وده موجود باستمرار عليه عشان الاكسجين ما يقلش في الجسم. وفي بعض الالتهابات في الرئه، يمكن الكابتن هيثم واحنا واقفين مع الدكتور بعض الالتهابات البسيطه في الرئه، ودي اللي بيحاول الدكتور ان هو يتجاوز المرحله ديت ببعض المضادات الحيويه. يمكن اتعمل تحليل النهارده للفيروس عشان يعرف الفيروس ايه ومحتاج مضاد حيوي ايه، واعتقد النهارده الحاله مطمئنه الى حد كبير عن امس واول امس. يمكن النهارده حاله من التفاؤل على والدته وعلى اخواته بشكل كبير جدا زميل عزيز ابراهيم. طيب خليني اسالك سؤال فيما يتعلق بالزياره، هل منعت الزياره، انا بتكلم على اسرته، منعت ان هي تشوفه؟ كلام ده صحيح ولا لا؟ بص، هو في غرفه جنبيه بالظبط والدته واخواته، غرفه جنبه خطيبته واسرتها على فترات بسيطه جدا. يمكن النهارده كان موجود كهربا وصالح جمعه، دخلوا برضو اطمنوا عليه لمده دقيقه وخرجوا الاثنين مع بعض. والدته واخواته بطريقه منتظمه كده بالتبادل دقيقه واحده بس كده اطمنوا يشوفوه يبصوا عليه، لان والدته انت عارف كانت حالتها صعبه جدا النهارده، كانت لازم تدخله النهارده لانها كانت قلقانه، عارف تضارب الاخبار اللي حاصل خلال الفتره اللي فاتت، اجتهادات كتير جدا. يمكن
في اخبار بتوصل لها اول باول، يعني ساعات بتبعت لي يعني عايز اخواته عايزينك فوق، بطلع مين ده اللي كاتب ده، ده مش حقيقي. ففي تضارب كبير جدا، فكان النهارده كان لازم تطمن وتدخل له وتطمنت حتى وجهها ووشها وهي طالعه. احنا تفائلنا لو هي طالعه من عنده، فالحمد لله يعني كل الاخبار النهارده مطمئنه الحمد لله. الحمد لله. طيب هو احنا بس المعلومه السليمه الصحيحه يا جماعه، وده لكل الساده المشاهدين، المعلومه الصحيحه في هذه الجزئيه تاخدوها من منطقتين، المنطقه اللي ليها علاقه بالاخبار اللي طالعه رسميا من المستشفى، المنطقه الثانيه اعلاميا من صلاح عقده. صلاح عايش 24 ساعه في ال 24 ساعه تقريبا في المستشفى، والراجل لا بيفتي ولا بيطلع كلام زياده ولا بينقل حاجه من عندياته، هو الراجل ينقل بالظبط ما يحدث. فدول المصدرين الحقيقيين اللي اتمنى ان الناس تاخد منهم معلومه. ان انا برضه عايز اقول لك على حاجه صراحه، انا طول اليوم بتفاجئ بكلام على السوشيال ميديا ليس صحيحا على الاطلاق، وانا واثق فيك وواثق فيما تقوله بنسبه 100%، لان عارف كويس انه التعامل في هذا الامر هو في منتهى الدقه ومنتهى الحساسيه من قبلك. ليه اسالك سؤال ايضا فيما يتعلق بالحاله الصحيه، الوعي، الادراك، هل في ارتفاع في الجزئيه ديت؟ هل احنا لسه في مرحله الغيبوبه؟ هل في اي تحرك للاطراف؟ هل في اي شعور بمن حوله؟ انا بتكلم على تحديدا الكابتن احمد. هو بالنسبة الأولانية اللي هي بتاعت الأخبار، احنا بننقل الأخبار عن المستشفى، وموجود يعني خلف الكاميرا أخوات أحمد وقرايب أحمد موجودين خلف الكاميرا بيتابعوا برضو نفس التقرير اللي احنا اتكلمنا فيه مع الدكتور، هو اللي بيتقال ولا لأ. فالناس متابعة برضو حريصة في النقطة دي بشكل كبير جدا، فالأخبار كلها من مصادرها، ما بنضيفش حاجة أو بنجود حاجة، كل الأخبار من مصادرها. الحاجة التانية اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها زميل عزيز إبراهيم، يعني كنت بتكلمني في الوعي الإدراك، الوعي أو الإدراك، ولا يهمك هم شوية، ولا يهمك يا حبيبي، ولا يهمك. الوعي الوعي والإدراك، الوعي الوعي والإدراك، خليني أقول لك يعني زي ما قلت لك أول امبارح، هو مش في حالة غيبوبة كاملة. هو الدكاترة لما أحمد فاق فحاسين ان هو ممكن يعمل مشكله لو فاق، لانه في اجهزه، فهو مش في غيبوبه كامله، هو في تنويم بالمعنى الصحيح كده من اي يمينه، على اعتبار ان هو ميبقاش محتاج مجهود، مش محتاج حاجه. فهي غيبوبه مفتعله من الدكاتره، بيفوقوه على فترات يطمنهم وينيموه تاني، عشان هو الاجهزه كتير حواليه، لو اتحرك، لو فاق واتحرك رد فعله مش متوقعين هيكون رد فعله ايه، لكن هو مش في حاله غيبوبه كامله. فدي كانت جزئيه برضو مهمه الناس بتتكلم فيها، انه في غيبوبه من اول المباراه لحد النهارده. لا، هو فاق والدكتور اتكلم معاه على اخواته وكانوا جنبه اخواته، بعد كده الدكتور قال مش هينفع ان هو يقوم، مش هينفع ان هو يتحرك كتير، عشان كده قال ممنوع نقله حتى من سرير لسرير، مش من اوضه لاوضه. فدي نقطه مهمه، هو مش في غيبوبه كامله بنسبه كبيره يعني. عظيم. صلاح طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا، بحيك على ادائك المتميز والدقيق في هذه الجزئيه، بشكرك شكرا جزيلا للصديق العزيز والزميل العزيز صلاح العقده، كان متواجدا معنا من الاسكندريه، بشكرك شكرا جزيلا. الجزئيه المهمه جماعه، الامور الطبيه في الحالات اللي شبه كده هي لا, لا, لا فيها افتاء فتي، ولا فيها رأي، ولا فيها وجهة نظر، هي ما فيهاش يا جماعة. ولازم الناس تحط يعني قبل أي حاجة وبعد كل حاجة ربنا، ثم ضميرك، ثم أن الكلمة اللي أنت بتكتبها أو بتقولها أو بتنشرها على السوشيال ميديا في الوقت ده في منتهى الخطورة، وممكن تضر ناس نفسيا. زائد أنه علام الغيوب واحد، تاني علام الغيوب واحد، هو وحده فقط لا غير المطلع على ما لا نطلع عليه، هو وحده القادر على تغيير المصائر. وبالتالي الناس اللي احيانا تسبق تقول كلام تستند لاي شيء، انتوا ناسين انه في فوق ربنا يقدر على كل حاجه ويحل كل حاجة. فأتمنى الناس الوعية توعي الباقي، عشان ده مش مجرد موقف، ده موقف وحاجات كتير في حياتنا للأسف احنا ناخدش بالنا منها، ويبقى برضو عندنا القدرة النفسية على ان احنا نطبطب على بعض، ها نطبطب على بعض، عشان الكلمة دي أمانة، اللي بتتكتب واللي بتتقال واللي بتتنشر واللي بتتردد واللي 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 واللي، فلا فيها سبق ولا فيها حتى كمان اجتهاد، عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين يعني. قولوا لي بتقولوا ايه؟
ماشي. طيب انا عندي لسه حاجات كتير، خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل. يلا بينا. كرة القدم دايما ليها وجوه ممتعة وإنسانية وحلوة، إنما هي أيضا كمان ليها وجه في منتهى القبح. أي شيء متعلق بالشغب بالعنصرية هو شيء قبيح في كرة القدم. بكلمك ده علشان مباراة طرابزون وفنربخشة اللي انتهت لصالح فنربخشة بثلاث أهداف مقابل هدفين. المباراة بتتلعب على ملعب طرابزون والنتيجة كانت 2-2، وفنربخشة راح مسجل جول في الدقيقة 93، هدف اللي بيقولوا عليه هدف قاتل في الدقيقة 93. الهدف اتسجل من هنا يا بيه، والجمهور راح واخد بعضه، جمهور طرابزون، ونازل أرضية الملعب واقتحم أرضية الملعب، وحصل شغب من المظاهر السيئة على الإطلاق. بص بص بص، مش ممكن، ما بقتش عارف منين بيودي على فين، كله بيضرب في كله من اول الملعب لحد الحته بتاعت دخول اللعيبه لغرفه الملابس. وحقيقه الامر انه اللي انت بتشوفه ده هو اكتر شيء منفر في كره القدم. يعني بقول لك ليها وجوه كتير، المتعه والمكسب والانتصار والاحساس بالنشوه والاجتهاد والحاجات دي كلها. دي فرقه فنربخشه عشان فرحانين ان هم كسبوا اللقاء، وهوب ايوه هو الراجل المقنع اللي دخل ده، داخل نوش وعايز يضرب ملاكمه، جه الراجل الاداري اللي في الاول ده وهاتك يا ضرب طحن، نزل امن الملعب، نط الجمهور وضرب لعيبه فنربخشه زي ما انت ما شايف، اللي بالبوكس وبالبنيات وركلات من كل حته، والملعب بقى زي ما انت ما شايف كده حلبة مصارعة كبيرة. اختلط الحبل بالنابل، اللعيبه بتاعت فنربخشه سدت في الاول شويه، لقت الموضوع ملوش علاقه بلعيب، ملوش علاقه بواحد بس من الجماهير، لقيتها مطحنه كله جري على هناك. بص شايف خبر ابيض، الراجل الجول اخد بوكس، ولا اللي في حلبه مصارعه ولا اللي في حلبه ملاكمه، مش ممكن يعني. مشهد بص شايف بص من كل حته بقى بينزلوا من كل حته ومن كل مكان. فدي من الوجوه الحقيقه اللي الواحد بيكرهها يعني، ولا يحبها ولا يحب يشوفها في ملاعب كره القدم عموما في اي حته وفي اي مكان. بص الصور هتدي لك تفاصيل اكتر. الراجل ماسك الرايه بتاعه الكورنر وبيجري بيها، هيغرزها في اللعيب بتاع فنربخشه، مش ممكن يعني. وهنا دي اللقطه الاولانيه اللي هو الـ واحد من الجمهور المقنع كده، وده الوحيد تقريبا اللي اتضرب من الجمهور، او كان الراجل الاداري ولا ما تعرفش، ده البودي جارد ولا ما تعرفش هو مين. دي اللقطه الوحيده اللي حصل فيها رده فعل، انما الباقي كله كل سنه وانت طيب. ضرب وطحن وخناقات وجري بالرايه واكيد هيبقى فيها اصابات، واكيد هيبقى فيها عقوبات، واكيد هيبقى فيها شيء سيء. طيب انا عايز بس اروح لنقطه مهمه. الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر، يعني ازعم ان احنا تعافينا من مثل هكذا امراض. بس خليني اقول لك ليه احنا دايما بنقول ناخد بالنا يا جماعه من الحاجات اللي شبه كده، ونحافظ على نفسنا، ورسالتنا الاعلاميه تبقى هاديه، وكلامنا على السوشيال ميديا يبقى هادي، وكذا وكذا وكذا. انا في مصر بتكلم على واقع حصلت في تركيا، وغيري في انجلترا هيتكلم على واقع اللي حصلت في تركيا، وغيري في المغرب هيتكلم على واقع حصلت في تركيا، وغيري في روسيا هيتكلم على واقع اللي حصلت في تركيا. في كل حته في العالم الحاجات اللي شبه كده، الفضايح اللي شبه، الكوارث اللي شبه كده بتتخطى حدود الدوله اللي بتحصل فيها، بتعدي بتروح، ولذلك تصدر سمعه سيئه عن كل شيء يتعلق بالملعب، وكل شيء يتعلق بالكوره، وكل شيء يتعلق بنظام الكوره في البلد اللي بيحصل فيها حاجه شبه كده. فانا بضرب لك مثال اهو، ما احناش المثال السيء ده، ما احناش، بس انا وانت متضايقين انه في مثال حصل في الكوره كده، وانطباعي انا وانت بقى كده. فايه رايك نتعلم من اللي فات عندنا ومن اللي بنشوفه عند الناس، فنبقى واخدين بالنا ان احنا ما نروحش ابدا للمساحات اللي شبه كده، ما نروحش ان
لا 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 الكرة فيها كده ولا في حاجة أصلا مستاهلة أصلا، يعني مفيش حاجة مستاهلة. الكرة صناعة على راسي، الكرة عظيمة وإيرادات ومدخلات وعلى راسي، بس كل ده هو جاي بعد مراحل أولى. مراحل الأولى دي بتقول إيه؟ أنت لازم علشان توصل للحتة بتاعت الصناعة دي أنت لازم تستمتع ولازم تتبسط ولازم تبقى فاهم ان الكره ترفيه، ولازم تبقى فاهم ان هي بمكسبها بخسارتها تقبلها على كده، مش مكسبها ابقى فرحان خسارتها انزل اكسر الدنيا. بعد ما تبقى مستوعب كل ده تعالى نتكلم بقى عن فكره انه احنا عملنا كل ده ونجحنا وبسطنا وبتاع، هي بقى الصناعه بتبقى كده. لكن احنا للاسف ناخد العنوان خدش بالنا بقى ايه من اللي جواها، فتيجي انت تخسر تخرب الدنيا، تيجي انت تكسب يبقى كل حاجه في الدنيا كويسه، يا يمين يا شمال، ويا عمرها ما كانت كده في اي حته في العالم. وانت اديك بتشوف في اعظم دوري، دوري الانجليزي، طبيعي جدا جدا تبقى كبير وتبص لنفسك طالع خلل وفاض او واكل علقتين ثلاثه في ثلاث اربع ماتشات ورا بعض بتتغلب عادي جدا. الامور هناك بتتاخد بسلاسه شويه، وانا نفسي نعرف نصدر لنفسنا الفكره دي، احنا كمان جايين نتبسط وانا جاي اتبسط، او دوري في القصه بتاعت الاعلام الرياضي ده ان احنا نقول كلام، اخبار، معلومه، حوار، حاجه لطيفه في الاخر. لكن شغل الزومبيز بقى اللي بيحصل ده ونموت بعضينا ونطلع لبعض من فوق لتحت وناكل ودم بعض ونمص دم بعض، واصله اخد المعرفش كذا فانا لازم اعمل كذا، اصله مش عارف ايه فهو قال، الكلام ده كله والله العظيم ثلاثة كلام فاضي. انا بقعد اتخيل كده يا جماعه، عشان يعني هتقف قدام ربنا في حاجه زي كده تقول له ايه؟ يعني ايه اللي ممكن يتقال في موقف زي ده؟ قمه السطحيه، يعني قمه السطحيه، يعني مفيش حاجه اكتر من كده سطحيه. اصل انا فرقتي خسرت فنزلت ضربت اللعيبه، ده اسمه ايه بقى؟ فيعني اتعشم ان احنا عندنا النظره دي او البعد ده في التعاون مع الاحداث اللي بتحصل حوالينا، واللي احنا كمان نتمنى احنا نبعد عنها. اشطر واحد، اذكى واحد، اجدع واحد، اجمد واحد، مش اللي بيمر بتجارب سيئه ويقول انا اتعلمت منها. اشطر واحد، اجمد واحد، اذكى واحد هو اللي بيشوف تجارب الناس السيئه ويتعلم منها عشان يكمل في طريقه. مش شرط ان انت تقعد تتخبط وتتلطش في كل حاجه في الدنيا عشان تقول اصل انا بقى عندي خبرات، اصل انا مشيت السكه ديت عشان يبقى عندي خبره، فانا قطعت المشوار ده وغلطت الغلطه دي عشان فانا لا يا حبيبي، بص على اخطاء الاخرين وتعلم منها، ووفر على نفسك وقت، ووفر على نفسك صدمات. فده اللي انا بتمناه، ان احنا نبقى حاطين في اعتبارنا ده في حياتنا بشكل عام وفي الكوره عندنا في مصر. بعد الفاصل هيكون مشرفني ومنورني كلا من ريهام حمدي واحمد شوقي في معلوماتي، تفاصيل وكواليس مهمه جدا جدا في النادي الأهلي ونادي الزمالك، فخليكم معنا. احنا في رمضان، واللي بيقول حاجات كذب في رمضان كده ملوش اي حاجة خلاص. اللي هيقى يدي واحدة زيادة، يدي كتف يمين شمال، الشياطين مصفدة، فكده يبقى ايه؟ شياطين الانس وليس شياطين الايه؟ الجن. صح ولا انا بتكلم غلط يا جماعه؟ لا انا ما اقصدش، لا انتوا فاهمين ان انا اقصد ريهام وشوقي، لا انا ما اقصدش كده خالص. ايه كمان؟ ايه؟ بعد ثلاث سنين تعرف علينا كده يا ابراهيم؟ بس بقالي كتير ما نكشتكوش. لسه راجع من عمره حتى، يعني هنزل من بعد العمره؟ لا. فعلا عملت عمره؟ اه الحمد لله، ودعيت لك والله. دعيت لكل الناس اقسم بالله. شوف لمتني ازاي، بص جابتني ازاي. والله دعيت. شفت جابتني؟ وجبت لك ميه زمزم. يا ربنا يبارك في عمرك، ما تحرمش منك يا ريهام، احنا ما شفناش منك غير بق واحد يا ريهام. ما هو ابراهيم يعني الناس كتير قوي. جبت ميه زمزم، هي شربتني بقى بس قبل الحلقه يعني. كانت شفطه، كانت شفطه. ريهام ازيك، عامله ايه الاخبار؟ الحمد لله. كله تمام؟ زي الفل الحمد لله يا رب دايما. ابو الشوق. كابتن هيمو. منور الدنيا. حبيبي اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا رب، ويعيد عليك وعلينا الايام دايما بخير ودايما منورين برنامجكم ودايما مكسرين الدنيا ان شاء الله. يا رب يا ابراهيم. طيب النهارده هنزنقكم في الاسئله جامد، فهنخلي الناس تبعت لكم، ابعتوا على الهاشتاج بتاع الجمهور الثالثه، اسال ريهام وشوقي.
اي سؤال انت عايز تسال ريهام وشوقي في الجزء الاخير من الـ من الـ من البرنامج او اسال ريهام وشوقي في كل الاخبار اللي تخص الاهلي والزمالك، هتبعت السؤال على هاشتاج جمهور الثالثه، هتقول لهم عندك معلومه عن، وهنشوف هم هيقولوا لنا ايه، وهم كالعاده يعني لو في حاجه هم ما يعرفوش هيقولوا عليها ان هم ما يعرفوش. هبتدي معاك يا ريهام، اتفضل. كان في خبر مهم جدا، او خلينا نتفق ان كل الناس كانت عينيها في الجائزه بتاعت افضل لاعب في مباراه الكاس، طبعا بما ان الرقم كان كبير يعني عصر. ربنا يبارك للفاز بيها اكيد يعني. تردد كلام بعد كده ان امام عرض على باقي الفريق اللي معاه يعني او باقي لاعيبه النادي الاهلي ان هو هيوزع الفلوس دي على اللعيبه بعد الفوز بالظبط 50,000 دولار. لكن اللي حصل بالظبط كان تفاصيله كالاتي، ان قبل المباراه اساسا تمت جلسة بين اللاعبين كلهم في النادي الأهلي، وكان كابتن محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي موجود وحاضر الجلسة دي، وتم الاتفاق فيها أو كان اقتراح من كابتن محمد الشناوي إن اللي هيفوز أيا كان اللاعب ده مين بجائزة أفضل لاعب في المباراة هيوزع الفلوس على باقي اللعيبة 25 الموجودين معاه فين في القائمة بتاعة المباراة. ماشي تمام، وده تم الاتفاق عليه بغض النظر بقى عن مين اللاعب اللي هيفوز قبل المباراة. هي ليها أسباب نفسية ومعنوية عشان الناس تحس دايما بالروح الجماعية، وان بالزبط. اللي هيكسب بشكل فردي ده معناه ان التيم كله كان معاه فكله هيساعد بعض وان هم يبقوا كويسين. هي حاجة لطيفة طبعا واتفاق حلو جدا، تلك تمنى تتوزع على الكل بدل ما توزع على واحد. بالظبط كده يعني. الخبر التاني بقى ان انا لقيت السوشيال ميديا كلها اخر 48 ساعة بتتكلم عن ان امام رجع في كلامه وقال مش هوزع الفلوس على اللعيبه، وده ما حصلش اطلاقا. هو تقريبا لحد دلوقتي لسه ما استلمش الجائزه بتاعه افضل لاعب يعني، وان ما فيش تراجع عن ان هو يوزع الجائزه على زمايله ولا اي حاجه من الكلام اللي اتقال على السوشيال ميديا. على العكس خالص، الاتفاق لما بيتم ما بين لعيبه النادي الاهلي بيتم تنفيذه وما بيحصلش اي تراجع فيه خالص يعني. عظيم يا ابو الشوق. يمكن بعد الـ الـ بعد الخساره من الجونه وقابله ماتش الاهلي، هل في حاجه ليها يعني نتائج ليها عواقب، حصل حاجه الناس ما تعرفهاش ممكن تقولها لنا؟ يمكن ابرز حاجه طبعا هي مش مباراه نهائي الكاس، لان مباراه نهائي الكاس جماهير الزمالك كانت شايفه ان الفريق قدم مباراه جيده، طبعا كانت تطمح فوز بالكاس، لكن في الاخر المباراه انتهت لصالح النادي الاهلي طبعا. لكن بعدها بثلاث ايام كانت خساره من الجونه 3-2 في الدوري، ودي خساره يمكن كانت نتائجها سيئه مش على الفريق قد على يعني الجماهير، ان الجماهير كانت زي ما بيقولوا مستنيه ان الامور تمشي بشكل افضل، خصوصا انه من اول الدوري الزمالك مش ماشي بالشكل الجيد، الزمالك بيلعب على سطر ويسيب سطر، والزمالك حتى بعد مع جوميز كان تعادل قدام الاسماعيلي، فزق قدام الداخليه، وبعد كده خسر مباراه الجونه. يمكن في الوقت الحالي الجزء الاهم هو الجزء الخاص للكلام عن تجديد عقود اللاعبين. ماشي. المعلومه اللي عندي ان الوقت الحالي هو الموضوع تم تجميده تماما، مفيش كلام عن اي تجديد. تم تجميده في الوقت الحالي. ماشي. تمام، كده كده الزمالك اللعيبه العقود هتنتهي، هم محمد عواد، محمد صبحي، يوسف اوباما، كابتن شيكابالا خلاص جدد، تبقى رؤى ومحمود علاء، هم دول حوالي 5 لاعبين هم المتبقيين في التمديد كده او التجديد عقودهم. كابتن محمد عبد الشافي طبعا ربنا يشفيه بعد اصابته، طبعا هيشوف الفتره الجايه، لكن عقده كان بينتهي. الوقت الحالي الشافي يبقى عنده نيه ان هو يكمل بعد العقد، حتى الان الامور ما يعني غير محسومه على الاطلاق، او ما اقدرش اجزم بحاجه، لانه كابتن محمد عبد الشافي لسه عمل العمليه ما بقالوش غير اسبوعين، لسه ما حدش عارف استجابته للبرنامج التاهيلي، ما خدش قرار نهائي. محمد عبد الشافي كان واخد قرار من السنه اللي فاتت بالاعتزال، ولكن لاعبي نادي الزمالك ونتيجه ايقاف القيد تم الاتفاق ان هو يكمل سنه اخرى، او حتى اللاعب يعتبر بيلعب السنه دي من غير فلوس، هو اللاعب قال لهم انا ملتزم مع نادي الزمالك اللي صنع اسمي. فبعد الإصابة نادي الزمالك طبعا سفروا ألمانيا، بيعالجوا بشكل طبيعي، بيتم تأهيله، ولكن حتى هذه اللحظة موضوع محمد عبد الشافي عشان بقى برضو محق أو أقول معلومة صادقة، مفيش أي كلام حتى هذه اللحظة غير أنه عبد الشافي لازم يرجع يقف على رجليه لأنه قدم كتير لنادي الزمالك، لكن تجديد عقود اللاعبين في الوقت الحالي هو ملف مقفول في الوقت الحالي، هو الاهم داخل نادي الزمالك هو اعاده ترتيب الفريق والتركيز على ان انت في عندك مباراه مهمه جدا، او تعتبر هي اهم مباراه في الموسم حتى هذه اللحظه، هي مباراه مودرن فيوتشر، عندك مباراتين 31 و7 ابريل، لازم الزمالك عشان يكمل في الكونفدراليه الافريقيه قدامه فرصه انه ياخد بطوله افريقيه من غيابها من 2019، فبناء عليه الموضوع مقفول في الوقت الحالي. عظيم. ماذا عن علي معلول؟ والله هو كان الخبر اللي جاي معايا. ها؟ ماشي. كان هو الخبر اللي جاي بالظبط. بالظبط. لو تفتكر كده هنرجع
يعني حاجه بسيطه قوي. اخر حلقه احنا كنا هنا مع بعض فيها قبل ماتش الكاس على طول ماشي. كنت اتكلمت على معلول وقلت لك ان بنسبه كبيره جدا ده هيكون اخر موسم لمعلول مع النادي الاهلي. تمام. يعني اخر 12 ساعه او ساعه 2 بالليل اتفاجئت السوشيال ميديا كلها بتقول خلاص كولر قرر رحيل علي معلول عن الفريق. وده مش صح. هو القرار متاخد من يمكن هقول لك من اول الموسم تقريبا من مش حتى من دلوقتي بالظبط. بص لسببين. السبب الاول الراتب. علي معلول الراتب كبير جدا جدا جدا. عندك المعلومه الدقيقه الراتب كام؟ يعني بص هو يتعدى $1,600,000. اوكي تمام. غير طبعا بتبقى مكافئات الفوز والكلام ده كله فالرقم بيزيد يعني كمان ماشي. العامل الثاني وهو السن. تمام. طبعا معلول يعني بدا ان هو يكبر في السن. تمام. وطبعا اللي بيقدمه في الملعب دلوقتي غير اقل بكتير قوي من اللي كان بيقدمه زمان. فبالتالي وجهه النظر كانت من الناحيه دي اطلاقا مش ان كولر هو اللي طلب رحيل علي معلول ولا الكلام ده خالص. حتى معلول نفسه يعني عارف وحاسس بالوضع ده وكان اتكلم فيه وابتدى هو كمان يدور على عروض بره في الخليج وفي دول تانية. يعني الموضوع هو صحيح تماما بس هو بعيد عن كولر. هو قرار لشركة الكورة واللجنة التخطيط بالنادي الأهلي. بس زي ما قلت لك برضو وبأكد عليه أن النادي الأهلي حريص جدا على أن لما معلول يخرج من النادي الأهلي يخرج بشكل كويس جدا بسبب تاريخه الكبير طبعا وكل اللي قدمه مع النادي الأهلي. هم بيعتبروه حتى يعني أنت عارف جماهير النادي الأهلي ما بتعتبرش معلول تونسي. هم بيعتبروه خلاص مصري. صحيح. من هنا يعني بالظبط. فبالتالي هم عايزين الموضوع يخرج باحلى شكل ممكن. جمهور الاهلي لحد دلوقتي فاكر انيس بوجلبان وما بينساهوش. بالظبط بالظبط. اللي قدمه علي معلول كتير وكبير جدا للنادي جداً الاهلي وجمهور جداً الاهلي جدا مع النادي الاهلي. فبالتالي يعني انا مستوعبه طبعا زعل الجماهير جدا على خبر زي ده. بس يعني الاقرب بنسبه 99% لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي ان معلول نهايه الموسم مش هيكون مع النادي الاهلي. ده حال الكوره يعني. ده حال الكوره عموما. طب خليني اسالك كريم الدبيس هو البديل هو الوريث الشرعي للمركز ده. تمام. شكري هيرجع. شكري هيرجع واتبعت جواب رسمي طبعا لسيراميكا كليوباترا. بس زي ما قلت لك ان شكري هيشوف معلول مكمل ولا مش مكمل قبل ما يروح النادي الاهلي. هو اللاعب بيحب رجله تكون في الملعب طول الوقت. ماشي. يحب يكون بيشارك باستمرار. وزي ما قلت برضو باكد تاني ان ده كان سبب رفضه ان هو يروح الزمالك في يناير اللي فات بسبب التجديد لفتوح. لان هو كان عامل حسابه ان هو هيكون الاساسي عند عند نادي الزمالك بعد التجديد لفتوح. فحس ان هو هيكون رقم 2 في نادي الزمالك. بس هو شكري كده كده على كده كده على لائحه الاهلي. بالظبط. كده كده بتاع الاهلي يعني بتاع الاهلي بالبند اللي موجود بالبند في يعني الاهلي يطلب ان هو يرجع يدفع اعتقد 9 مليون تقريبا حاجه من 9 مليون. 9 مليون مظبوط. 9 مليون. طيب هو من بعد السنه خطاب. الاولى كان بعد سنه يرجع بعد سنه ب 7 مليون بعد السنه الثانيه ب 9 مليون جنيه. وهو طبعا ده الموسم هيرجع مع نهايه الموسم. صح هيرجع مع نهايه الموسم. بس هنا بقى برضو هو هيشوف هل هيتعاقدوا مع باك شمال تاني ولا لا. الكلام ده كله هو بالنسبه له شايف ان هو مهم لان هو عايز يلعب ويكون اساسي مع النادي الاهلي يعني. عظيم. اتفضل ابو الشوق قصه رمضان صبحي ايه ماشيه ازاي؟ يمكن دايما في رمضان صبحي؟ لا مفيش رمضان صبحي. مفيش رمضان صبحي. مفيش رمضان صبحي. في بن شرقي؟ مفيش بن شرقي. بن شرقي يعني انا عارف الناس ما بتحبش الاخبار بتاعتي بس انا بقول الحقيقه. يعني ليه انت جميل؟ مش عشان حاجه والله. اصل احنا دلوقتي احنا كام؟ في نص شهر 3 كام؟ الموسم الكروي هينتهي في شهر كام؟ قدامنا حوالي 4 شهور لسه. لسه بدري. تمام. فالتفاوض او الزمالك انه دخل مفاوضات رسميه مع بن شرقي او مع رمضان صبحي امر غير مطروح على الاطلاق. زي ما قلت لك الزمالك اصلا ملف التجديد ملف عنده حاجات اهم زي اللعيبه تاخد مستحقاتها. يبتدي جوميز يشوف اللعيبه يحدد اللعيبه الصفقات الجديده كلهم هو هيستفيد بيهم ولا لا. يشوف ايه وضع الفريق يبتدي يجهز للموسم الجديد. يمكن في الوقت الحالي جوميز الراجل قال انا ما طلبتش حاجه. الزمالك قال ان انا لو هجيب اي لاعب هيبقى طلب من جوميز مش هجيب صفقات من غير ما ابقى رجعت فيها للمدير الفني. لا بيكفي اللي جه يعني خلاص. إيه؟ بيكفي يعني كفايه اللي جه من غير كفاية ما كفايه اللي جه خصوصا ان هو ما كان جه هو جه بعد ما كان تم ابرام الصفقات. فبناء عليه هو قال لك انا مش كل الصفقات دي انا شفتها وما اعرفش اللعيبه فانا عايز محتاج اشوف وقت اللعيبه بشكل اكبر. تفاوض مع رمضان صبحي تفاوض مع بن شرقي حتى هذه اللحظه لم يتم. ممكن يكون في بعض الناس المقربين حاولوا يتكلموا مع بن شرقي او الكلام ده كله ولكن امور بعيدة تماما عن الصبغة الرسمية وعن الصيغة الرسمية داخل نادي الزمالك. لأنه الرقمين أو رمضان أو بن شرقي لو حد فيهم يعني خلاص بقى في تفاوض مع نادي الزمالك أرقام هتبقى كبيرة. بناء عليه الزمالك لازم يحدد. الزمالك لسه عنده قضايا في الفيفا. عنده قضايا زي أبو طيب عليه حكم 1,800,000 ودلوقتي وصل المحكمة الفيدرالية ودي آخر خطوة. فممكن الزمالك أصلا يبقى مطالب إنه يدفع 1,800,000 يورو في الصيف الجاي.
مع ان هو دفع 2,700,000، ففي ارقام كبيره داخل نادي الزمالك، غير ان في قضيه فرجاني لسه هنتكلم عليها وقضيه باتشيكو. فانت الزمالك عنده لسه امور ماليه كبيره، فبناء عليه لازم يحدد الاول، يشوف موقف جوميز انه يحدد اللعيبه اللي هو عايزها، وبناء عليه بعد كده يتم التفاوض على اي لاعب اخر. ده كلام عظيم، ربنا يخليك. نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. ما تنسوش تسالوا، تقدروا تسالوا ريهام وشوقي في اي حاجه تخص اخبار الاهلي والزمالك، هتسالهم وتقول لهم هل عندك معلومه عنه، وتحط سؤالك على الهاشتاج بتاعنا اللي هو جمهور التالتة. هاخد اسئله حضراتكم ولكن في الجزء الاخير. نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، لسه مستمرين معاكم في جمهور التالتة. وخلوني قبل ما أرجع لإرهام وشوقي نروح لمداخلة مهمة جداً جداً. أنا معايا على التليفون دكتور وليد دعبس، رئيس مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر. يا دكتور وليد أهلاً وسهلاً بحضرتك، تحياتي، مساء الفل، كل سنة وحضرتك طيب، وسعيد بسماع صوتك، وأتمنى أن احنا نطمن من حضرتك على الكابتن أحمد رفعت. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. اهلا وسهلا، كل سنه وانت طيب ومشاهدينك طيبين. يا رب يعيد عليك وعلينا الايام، يا رب دايما بخير وسعاده. على كل، يا رب على كل، يا رب. طيب انا عارف انه هناك غرفه عمليات انجاز التعبير من نادي مودرن فيوتشر لمتابعه كل شيء له علاقه باحمد رفعت. خلينا نقرب من الصوره اكتر ونعرف من حضرتك تفاصيل عن الحاله وعن الكواليس اللي احنا وصلنا لها لحد اللحظه دي. بص يا استاذ ابراهيم، انا هقولها لك كده يعني ايه سيمبل خالص ببساطه كده عشان الناس تبقى فاهمها. يا ريت، اتفضل. طبعا حاله ابراهيم حاله كانت غير مستقره نهائيا. يعني انت عارف هي حاله كانت خطيره جدا طبعا. في القلب توقف لمده ساعتين. الدكاتره عملوا اللي يقدروا عليه. طبعا كان في جزء رباني لمده ساعتين يا دكتور وليد، يعني لمده ساعتين. ساعه 35 دقيقه بالظبط القلب كان متوقف. يعني احنا كنا بيعملوا عمليات اللي هي المساعده ان يحاول يشغل القلب تاني، فاهم قصدي ايه؟ ما كانش في اي استجابات لمده اكتر من ساعه ونص، ما فيش استجابه كمان. طيب هل يا دكتور وليد معلش، هل على مدار الساعه 35 دقيقه دي ما كانش في استجابه، ولا ما كانش في حد بيعمل الدور بتاع اعاده القلب تاني للعمل؟ لا 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 لا، الكلام ده مش صحيح. انا هديك الكلام المفيد والحقيقه. اتفضل. خلي بالك، اتفضل. انت عارف هي بتبقى دوره، انك انت بنسميها احنا دوره في الطب، واخد بالك، انك انت تقدر ترجعه تاني وترجع القلب. الدوره دي حضرتك اتعمل له اكتر من 30 دوره. 30 دوره يرجعه. يعني الموضوع ما كانش بسيط خالص. ده من خلال جهاز الصدمات، كل حاجه اتعملت، كل حاجه، صدمات وتدليك، كل اللي بص الواقع شيء يا استاذ ابراهيم، والكلام كتير شيء تاني. الطبيا اللي اتعمل لكابتن احمد رفعت اتعمل له كل حاجه، كل حاجه. يعني انا عاوز اقول لك ان احنا كنا مش عارفين ازاي كل ده تم، وكان دايما عندنا شكوك في الفرق الطبيه في مصر. لا، اتعمل كل حاجه، وعايز اقول لك ان هو اول ما وصل للمستشفى اتعمل له كل شيء في الطوارئ. هو وصل بعد قد ايه يا دكتور وليد تقريبا؟ مفيش. من الملعب لحد المستشفى؟ هو من الملعب انت عارف للمستشفى زمزم اللي هي اقرب مستشفى، ده قانون خلي بالك. ايوه، انك انت بتنقل لاقرب مستشفى، سواء قطاع خاص، سواء مستشفى حكومه، وات ايفر. فدي كانت اقرب مستشفى اللي هي مستشفى زمزم. دخل الطوارئ على طول، مستشفى خاص. الحقيقه الدكاتره اللي هناك محترمين وفنيا محترمين كمان. فقاموا بالواجب وعملوا اللازم وفضلوا ورا الحاله ما سابوهاش. كان ممكن يسيبوا الحاله. كان ممكن يقول لك خلاص كده. فضلوا ورا الحاله ومتعلقين بامل بسيط جدا لغايه ما في الاخر الحمد لله كان على يد الدكاتره، وطبعا كل حاجه يعني بقدرات ربنا طبعا. صحيح صحيح. فخلي بالك هي اسباب، احنا بناخد بالاسباب، كله بيد ربنا، بناخد بالاسباب. وحتى الدكاتره الساعه دي يعني طبعا كله بيد ربنا. فاهمني؟ انما اللي يقدر ينكر ان الدكاتره المصريين وفي الحاله دي بالذات قدروا يعملوا اللازم وزياده يبقى غلطان. لا 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 لا، عملوا كل حاجه، كل حاجه. فبعد كده ابتدينا نروح بيه للرعايه، ابتدت الحاله تبقى قدام عينينا، بيحاولوا يساعدوا فيها، خدوا الادويه المظبوطه، ابتدت يرجع القلب كويس، واخد لي بال حضرتك؟ يعني يرجع ينتظم في الضربات. ايوه. والمخ كان مطمنين عليه شويه، اطمنا عليه تاني يوم. لغايه النهارده الحاله عشان يعني
ما نقعدش نتكلم كتير. اللي احنا يهمنا النهارده ان حاله المخ الحمد لله كويسه، الحمد لله حاله القلب كويسه. المشكله اللي عندنا دلوقتي ان هو على جهاز تنفس صناعي والرئه مش كويسه. احنا في انتظار ان الرئه ترجع لحالتها الطبيعيه او انها ترجع احسن شويه عشان نقدر نفصله من عن جهاز التنفس الصناعي. صحيح. هي دي الحاجه اللي تهمنا في الوقت الحالي. في مشاكل في الكلى؟ في مشاكل في الكلى، بس ما تهمنيش في الوقت الحالي. ايوه. انا اللي يهمني هو ان الرئه ترجع تاني كما كانت. طيب على صعيد اخر بقى، اهليته يعني اهله بقى، كيفيه التواصل معاهم، الدور اللي انتم بتقوموا بيه معاهم عامل ازاي؟ انا عارف ان حضرتك مفوض هيثم عرابي في كل شيء، وسمعت من زميلنا صلاح عقده اكتر من مره انه حصل مكالمات هاتفيه قصاده، وانه حضرتك قلت له اي حاجه هتستدعيها او هتطلبها الحاله بتاعت احمد اعملها فورا، وانت مكانك انت اللي شايف وانت على الارض وانت اللي بتتحرك. بص انا عايز اشكر بس الاول الكابتن هيثم عرابي، لان انت عارف هيثم عرابي اتحجز في المستشفى اصلا هناك. لا معرفش. عالي وسكره عالي. لا معرفش. واتحجز كمان في المستشفى. معرفش. الف سلام عليك. يعني الف سلام عليك. او الحالتين في المستشفى. هو واخد باله جدا من الحاله. بيتعامل ان هو اخوه الصغير. صحيح. عايز اقول لك بامانه. وهو واخد طبعا مني تفويض. المدير المالي قاعد هناك معاهم كمان. برضو انا بقول لك ان هي في حاله التفاف موجوده. مفيش حد ما كانش مهتم يا استاذ ابراهيم. الحمد لله. استاذ مصلحي موجود دائما رايح جاي يجيب دكاتره، كل واحد بطريقته، وزير الشباب والرياضه، اتحاد الكوره، الانديه الاخرى، يعني هي حاله صعبه خلي بالك، وهي حاله احنا عندنا لغايه دلوقتي حاله شك من الحاله ديت. صحيح. وخلي بالك في صدمه كبيره، مش حاسين، مش حاسين. اهله ربنا يكون في عونهم موجودين من اول لحظه. خلي بالك اخوه رجع من بره، اخوه التاني موجود، والدته بتدعي له طول الوقت، ويمكن ده دعاوي والدته هي الاساس. خلي بال حضرتك. صحيح صحيح. فاللي احنا بنشوفه يعني احنا عاوزين نعملهم اي حاجه، لان احنا بنعتبر ان ده ابننا، واخد بالك؟ فما فيش اي حلول، ولو في حاجه متطلبه نقدر ننقله فيها لاي حته جوه او بره مصر هنعملها. لكن هي الحاله ما فيهاش السفر بره، كل حاجه موجوده عندنا هنا اقصد يعني. الحاله استاذ ابراهيم ما فيهاش السفر من اسكندريه لمصر. ما فيهاش. يعني احنا بص احنا اتكلمنا مع يعني مش هوسكن مستشفى بعينه، ولكن هقول لك مستشفى وادي النيل دايركت اهو. ماشي. واتفقنا معاهم ان هم هنقدر ننقله بعربيه مجهزه كانها بالظبط رعايه. ماشي. تمام؟ ماشي. ولكن لما شفنا الحاله على الطبيعه وهم رجعوها والدكاتره رجعوا ورأي الدكاتره اللي هناك كان مهم كمان، لقينا ان الحاله ما ينفعش، هيبقى فيها مخاطره، فكان لازم نرجع للاهل. سالنا الاهل، لان ده طبعا مش قراري، قرارهم. صحيح. قرارهم صحيح. فقرار الاهل كان برضه لا ما ننقلش دلوقتي، اما تتحسن الحاله نقدر نشوف احنا نقدر نعمل ايه. فقصه انك تنقله بقى بره دي ده كلام محض الخيال في الوقت الحالي، لانك انت بتتكلم حاله على تنفس صناعي. احنا كل اللي نعمل فيها استاذ ابراهيم بالدعاوي، وان شاء الله ده هيحصل يا رب باذن يا الله ليه، لاسرته ولامه، ان هو يتحسن الرئه، وان شاء الله كل حاجه هنقدر نحلها بعديها يا رب. اللهم امين. يا دكتور انا طبعا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المداخله، وليس غريبا لا على اخلاقك ولا على يعني دورك الكبير فيما سبق ودلوقتي في اللي بتقوم بيه مع احمد رفعت. طبعا بشكرك شكرا جزيلا. انا بشكر حضرتك. وبتمنى بشكر ان شاء الله باذن الله المره الجايه نكون بنهني بعض بعوده احمد رفعت ان شاء الله باذن الله. يا رب يا رب يا رب يا رب. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا وخالص تحياتي. دكتور وليد دعبس رئيس مجلس اداره نادي مودرن فيوتشر، وبرضو اطلاله مهمه جدا اخذنا منها برضو زاويه مهمه. ريهام خليني ارجع لك مره ثانيه، اتفضلي. التجديد لطاهر وعمرو سليم. تجديد لطاهر تم عرضه على كولر. تمام. مش كولر اللي طلبه. ماشي. انت عارف ان طبعا اي لاعب بيبتدي عقده ان هو يقرب ان هو ينتهي بيبتدي اداره التعاقدات وشركه الكوره ان هم يبتدوا يشتغلوا على الملف. الحقيقه كولر ما كانش عنده اعتراض، واللي هو يعني شايف ان طاهر لعيب ملتزم، بيكون موجود على الدكه، ما بيعترضش، ما بيخلقش اي مشاكل، فما عندوش مشكله ان هو موجود. ماشي. في النادي الاهلي، لكن مش هو اللي طلب التجديد، وبالتالي ما كانش في اي مشكله. وبالفعل هم تم الاتفاق على التجديد لثلاث سنوات. ومن المعلومه كمان اللي عندي ان تم ترضيه طاهر عن العقد الاولاني، وزاد في المقابل المادي اللي بياخده من النادي الاهلي، او الراتب بتاعه اللي بياخده من النادي الاهلي كمان. ترضيه باثر سابق يعني ايه عن العقد اللي فات، يعني
زودوا له العقد اللي جاي، زودوا في العقد الجديد لكن يعني ما ادلوش حاجه من القديم. لا القديم ما هو القديم كده كده خلاص، بس هو يعني واضح ان كان فيه المفروض ان القديم يزيد شويه ماشي. فتم فيه ترضيه فزاد ماشي. في العقد الجديد ماشي. تمام ده بالنسبه لطاهر ماشي. حلو كده انا موافق نروح... تمام اتفضل نروح على عمرو السولية. عمرو السولية اللي طالب التجديد ليه كولر بالفعل، هو طالب التجديد ليه سنة واحدة كمان، شايف ان السولية بيأدي عنده شوية ادوار هو محتاجها في وسط الملعب بالاضافة للخبرة اللي عند اللاعب طبعا من السنين اللي فاتت، فهو شايف ان هو محتاج الجزئية دي في الوقت اللي جاي او في السنة اللي جاية، فبالتالي هو اللي طلب التجديد للسولية سنة كمان يعني. وعلى حسب ما عرفت ان السولية كان نفسه ان هو او عايز ان هو يجدد سنتين مع النادي الاهلي مش سنة واحدة يعني، لكن لسه طبعا الموضوع في اطار المفاوضات لسه ما اتحسمش يعني. زيزو جاهز يقدر يلعب ماتش فيوتشر؟ يمكن نشرح الحالة الطبية لزيزو، يمكن زيزو في الوقت الحالي بدأ أول مرحلة من التأهيل. زيزو بيأهل نفسه يعني في نادي الزمالك وبيحاول يتمرن كمان برايفت أو حاول يأهل نفسه برايفت، لكن الأساس هو البرنامج الطبي اللي وضعه له جهاز طبي نادي الزمالك. المفروض النهاردة خلاص داخلين يوم 18، مباراة تحدد ليها يوم 31. موقف الطبي إن زيزو قدامه 10 أيام عشان يكون جاهز ل المشاركة في التدريبات الجماعية ماشي، وهنا 3 أيام قبل المباراة هما اللي هيحددوا جاهزيته الفنية من عدمها. يمكن أنا شايف أو يعني الأقرب حتى هذه اللحظة أن الراجل يتم الاستعادة بيه ولكن مش بشكل أساسي، لأن يعني في الآخر أنت بقالك هو حوالي دلوقتي عبل ما يكون دخل الفترة الجماعية بحوالي 18 يوم أو 19 يوم ما اتمرنش جماعي تماما، فالحالة البدنية بتاعت اللاعب هي اللي هتحكم. ولكن في الوقت الحالي هو طمن الاطمئنان أنه كان الأول كان فيه خوف أن يبقى فيه شرخ في القدم وان هو يقعد اكتر من 6 أسابيع رجله في الجبس وبعد كده يتمرن. لا هو الموضوع بعد ما الورم قال تم اجراء الاشعه 3 مرات بناء عليه تم التاكيد على ان هو في الوقت الحالي يبتدي فتره تاهيل ويبقى جاهز، لكن المهم انه المباراه الحاسمه اللي هي مباراه العوده المقرر ليها 7 ابريل زيزو هيكون جاهز 100%. الجزء الاولاني الناحيه الطبيه هيكون جاهز، لكن الناحيه البدنيه والفنيه دي اللي حددها الجهاز الفني اذا كان هيستعين بيزيزو في المباراه ولا يفضل يخليه مباراه البلديه ثم مباراه العوده امام مودرن فيوتشر المقرر ليها يوم 7 ابريل. عظيم. طيب ريهام، هل الاهلي كان في اي قرارات اي عقوبات اي تغريمات وقعت على اللعيبه بعد الخساره من البنك الاهلي؟ الحقيقه الخبر ده انتشر جدا ان الاهلي وقع عقوبات على اللعيبه كلها بعد الخساره، وده ما حصلش خالص يا ابراهيم. يعني لا اللعيبه اتبلغوا ولا اتخصم منهم اي حاجه بعد مباراه البنك الاهلي خالص، وكل اللي حصل طبعا كلام من المدير الفني عن الخساره والاداء خلال المباراه في المحاضره اللي حصلت بعد المباراه. انت عارف ان هو دايما بياخدهم الماتش اللي خسروا فيه لازم يطلعوا على التتش وبعدين من التتش يروحوا صحيح. يعني ده اللي بيحصل طول الوقت، مش حتى يعني ناس كل مره بتكتبه على انه قرار جديد مع ان ده قرار متطبق من اول ما كولر وصل مع النادي الاهلي يعني. الوحيد اللي اتغرم كان اكرم توفيق بسبب اعتراضه على الخروج من المباراه، وهو اتغرم 100,000 جنيه. ده اللاعب الوحيد اللي اتغرم، لكن باقي اللاعبين ما فيش احد فيهم متغرم ولا جنيه يعني. ولا جنيه هو، بس اكرم توفيق عشان الاعتراض. لا 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 خبر غلط. عظيم. عايز تكلمني عن فرجاني ساسي ولا بعد الفاصل؟ اللي انت عايزه. روح للفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلام. ماشي كلام. يلا بينا. رجعنا حضراتكم مرة تانية، لسه مكملين معاكم في جمهور التالتة ومعلوماتي. طيب ماذا عن موقف الزمالك في قضية فرجاني ساسي؟ فرجاني ساسي القضية كانت بدأت ان هو طلب 950,000، خد حكم ب 700. نادي الزمالك كان عمل وقتها استئناف، القضية رجعت تاني المحكمة الرياضية، تم الحكم فيها تاني لفرجاني ساسي ب 700,000. الوقت الحالي الزمالك بيجهز عشان خاطر يعمل استئناف عشان القضية ترجع مرة أخرى للمحكمة الرياضية ويتم فيها من أول وجديد فكرة اللي هي إعادة القضية، وبشكل يعني أوضح إن أنت تحاول تقول إن اللاعب ده ملوش حاجة. الزمالك هدفه إنه يحصل زي ما حصل قبل كده في القضية بتاعت معروف يوسف، إن كان معروف يوسف كان خد حكم عن نادي الزمالك وبعد كده نادي الزمالك خد حكم إن اللاعب ملوش أي حاجة. ده اللي بيهدف بيه نادي الزمالك في الوقت الحالي. فكرة الزمالك إنه بيعمل استئناف، أولاً أنت بترجع القضية نقطة الصفر، يبقى لسه في جلسات استماع وبعد كده تحديد، فانت من الاخر زي ما بيقولوا قضيه مؤجله وفقا لاي قرار هيبقى فيها، حتى لو اللاعب اتحكم له ان شاء الله ب 5000 دولار هيبقى بعيد عن فتره الصيف بشكل كبير عشان الزمالك لسه عنده قضيه خالد بوطيب اللي احنا كنا اتكلمنا فيها، بالاضافه طبعا لقضيه باتشيكو اللي هو كان طلب ياخد 1,600,000 حكم له 600 فقط وهو كان رفض وكان عايز ياخد 1,600,000، فبناء عليه القضيه لسه بيتم تداولها. في الاخر الزمالك بيحاول في الوقت الحالي ان كل القضايا بتاعته تبعد عن فتره الانتقالات الجايه عشان يكمل موسم انتقالاته بشكل طبيعي وما يبقاش فيه اي امور قد تعيق صفقاته.
حسين الشحات هيرجع امتى؟ بص، هو حسين الموضوع خفيف، يعني هو حس بس خلال التدريب مع المنتخب بشد خفيف خلال الميران، ولما وقف كابتن حسام اخذ باله يعني فساله، قال ان هو حاسس بتقل في رجله، فحاول ان هو يكمل التدريب لقى نفس التقل موجود، فطبعا لما طبيب المنتخب كشف عليه لقى شد خفيف، وبالتالي حبوا ان هم ما يجازفوش بيه طبعا علشان خاطر المباريات اللي جايه للاعب يعني، وبالتالي استبعدوه من معسكر المنتخب. لكن اللاعب الاصابه بتاعته خفيفه جدا، هو 5 ايام بالكتير جدا تاهيل، وهيكون متواجد اعتقد الفريق لما هيرجع بعد اسبوع هيبقى موجود بشكل طبيعي جدا في التدريبات مع النادي الاهلي، وهيكون متواجد في ماتش سيمبا يعني. طيب ليه مش كل الصفقات بانت لحد دلوقتي مع جوميز؟ هل في سيناريو معين الراجل بيخطط له علشان كل الصفقات الجديده تشتغل؟ الموضوع ليه شقين. الراجل لما تم التعاقد معاه كان خلاص فتره الانتقالات خلصت، اما جه بص على نادي الزمالك لقى ان الملعب فيه 33 لعيب، فبناء عليه هو اول حاجه قرر ان هو يقلص عدد اللاعبين، ان هو قال ان محمد السيد وعمار ياسر لعيبه 2005 في الوقت الحالي هو مش محتاجهم قوي، قال هستعين بيهم وفقا للظروف. وهو قال انا من وجهه نظري او ده الاسلوب اللي انا بحب فيه، يبقى حوالي عندي 22 23 لعيب هم دول اللي ابقى مركز معاهم. هو الوقت كان ضيق بالنسبه له، قال ان انا بالنسبه لي عندي مباراه نهائي الكاس وعندي مباريات في الكونفدراليه، فالاهم ان انا في الوقت الحالي اركز على 22 23 لعيب. لكن في الوقت الحالي ياسر حمد ما لعبش، محمد عاطف ما لعبش، زياد كمال الاصابه هي اللي عطلته، يمكن في اكتر من لاعب الفريق، متيبه كان لاعب وقت قليل في مباراه ابو سليم. هو قال انه فتره الاسبوعين دول هو هيبتدي يجهز اللعيبه دي عشان خاطر يبتدي يديهم الفتره الجايه، يمكن مش في مباراه مودرن فيوتشر عشان نبقى برضه بنتكلم بمنتهى الصراحه، لكن هو قال انا مش هدخل لعيبه كلها مره واحده، وده حب يوضحه ان انا بحاول ادخل لعيبه واحده واحده عشان انا بالنسبه لي في قوام اساسي اعتمدت عليه، ما ينفعش ان فجاه اروح مدخل 5 6 لعيبه اللي هم ما لعبوش او 4 5 لاعبين اللي ما لعبوش وبناء عليه يحصل اي هزه في فرقه، خصوصا ان الوقت الحالي ما فيش وقت لاي هزه. عندك مباراه قدام مودرن فيوتشر في دور الثمانيه في الكونفدراليه الافريقيه، عندك موقف مش جيد في الدوري، مهم انك تكسب اكتر ماتش عشان تنط عده مراكز ويبقى قريب من المراكز الاولى. فبناء عليه هو ده تفكير مستر جوميز في الوقت الحالي بالنسبه للصفقات، لكن باكد فكره انه استقر على رحيل اي لاعب او قال ان اللعيبه دي خارج حساباتي حتى نهايه الموسم، الامر ده لم يحدث، ومستر جوميز لم يبلغ اي شخص داخل نادي الزمالك بشكل رسمي او غير رسمي انه في لعيبه مش عايزها داخل صفوف نادي الزمالك. طيب ده شيء عظيم. جاهزين بقى للاسئله؟ يلا بينا. طيب ابعتوا كل الاسئله اللي انتوا عايزين تبعتوها لرهام وشوقي على الهاشتاج بتاعنا الجمهور الثالثه، تعالوا ناخد شويه من اسئله حضراتكم، يلا بينا. طيب محمود بيسال رهام، هل بدر بنون هيرجع الاهلي؟ بص، لحد اللحظه دي مفيش اي قرارات لسه اتخذت في صفقات غير محمد شكري. محمد شكري لحد اللحظه دي، فبالتالي الكلام ده لحد دلوقتي مش مظبوط يعني، هو بس الناس ربطته عشان خاطر طبعا الكلام عن ان متولي هيكون مش موجود مع النادي الاهلي من السنه اللي جايه، او النادي الاهلي بيفكر في الاستغناء عنه يعني، فبالتالي بداوا يربطوا ان هيرجع تاني بدر بنون، لان هو احسن طبعا المدافعين اللي كانوا متواجدين في النادي الاهلي في السنوات اللي فاتت مش اكتر من كده. اللي بعده مروان، هل عندك معلومة عن اللاعبين الأجانب القادمين الموسم القادم في الزمالك بديل الأجانب للراحلين وإمكانية عودة كارتيرون أو فريرا لتدريب الزمالك في حالة رحيل جوميز؟ ده سيناريو خيالي. كومبو أسئلة. خلينا نفسره لك. جوميز هيمشي؟ لا، اللعيبة الأجانب مش هيرجع ولا فيرير. ماشي، اللعيبة الأجانب عندك معلومة مين اللي جاي جديد؟ لا هو حتى لهذه اللحظة ما فيش كلام تماما على فكرة انك تجيب لعيبة أجانب داخل نادي الزمالك. في مراكز الزمالك شايف ان هي محتاجة دعم، ولكن ما حددش اذا كان هيدعمها بلاعبين محليين او أجانب. اللي بعده مو حلمي، عندك معلومة رجوع بن شرقي في الصيف وصحيح فسخ العقد لسامسون وابراهيم نضاي ده لابو الشوق؟ اول حاجه، موضوع سامسون وابراهيم نضاي ده احنا كنا اتكلمنا فيه من حوالي 3 اسابيع، وقلنا نادي الزمالك حق له فسخ عقود اللعيبه بتاعته بعد نهايه الموسم الثاني دون تحمل اي تكاليف او زي ما بيقولوا السنه المتبقيه في عقد اي منهم. فبناء عليه حتى هذه اللحظه الاثنين لاعبين محطوطين داخل نادي الزمالك، ما تمش حسمه بشكل نهائي، ولكن هم اللاعبين مرشحين للرحيل. برجوع بن شرقي في الصيف زي ما كنت قلت خلاص في الاول، ماشي ده خلاص. اللي بعده، ما تجيبوا لنا اسئله لرهام يا جماعه عادي، انا وشوقي واحد سؤال لابو الشوق. ايه قصه لا اصل انا شايف قدام عيني، اصل انا عيني على الشاشه الثانيه فيها اسئله كتير ليكي. سؤال لابو الشوق، ايه قصه اللاعب احمد حمدي، وهل اللاعب فعلا طلب انه يفسخ عقده مع الزمالك؟ على الاطلاق احمد حمدي ما عندوش اي مشاكل مع نادي الزمالك، احمد حمدي ماشي بشكل جيد، والراجل قال له انا هديك اكتر بعد ما ظهرت مباراه الجونه بشكل
مقبول. كلام النهارده حتى انتشر على السوشيال ميديا، اللاعب طب ليه يفسخ عقده؟ اللاعب واخد حقوق الماديه، اللاعب لسه في اول شهرين ليه مع نادي الزمالك وبناء عليه مفيش اي مشاكل. طيب ده الارهام برضو؟ لا شوقي. شريف، هل اسامه فيصل مضى للاهلي يا شوقي، وهل هو على قوه الزمالك ام لا؟ مضى للاهلي او لا الله اعلم، لكن هو مش على قوه نادي الزمالك في الوقت الحالي بعد ما تم بيعه لنادي البنك الاهلي. عظيم، نشوف اللي بعده. شوقي الاسئله كلها جايه زمالك ولا ايه؟ احمد ايمن، عندك معلومه عن محمد بسام؟ جاوب انت بقى. انا اقول لك وانت فاهم، انت ماشي. محمد بسام، محمد بسام الاسماء المطروحه داخل نادي الزمالك، خصوصا انه الاثنين حراس محمد عواد ومحمد صبحي عقودهم بتنتهي بنهايه الموسم الحالي. هل هيتم تجديد الاثنين الحراس ولا حارس واحد منهم؟ لسه لم يتم حسمها. لكن محمد بسام الحراس اللي كان تم طرحهم من نادي الزمالك من سنتين، وفي الوقت الحالي برضه بيتم متابعته، لكن لم يتم الاستقرار حتى هذه اللحظه على فكره هتجدد الاثنين حراس ولا هتجيب محمد بسام. لكن محمد بسام في حاله ان انت هتجيب حارس داخل نادي الزمالك في السنه الجايه، محمد بسام هو اقوى المرشحين. اللي بعده محمد طنطاوي، احمد عبد القادر فين وعلاقته مع كولر اخبارها ايه؟ يعني الموضوع احمد عبد القادر كنا اتكلمنا فيه قبل كده، هو العلاقه كانت متوتره بسبب ان احمد عبد القادر كان عايز يلعب باستمرار. تمام، وطبعا كولر شايفه ان هو الناس الموجوده في مركزه افضل منه، فبالتالي كان بيكون بديل، فكان بيكون في اعتراضات من اللاعب، فطبعا كان بيتم استبعاده مع شويه دلع بعديها، لكن العلاقه الفتره الاخيره بدات تتحسن يعني. عظيم. اللي بعده عبد الرحمن، مساء الخير، هل في كلام من مستر كولر انه محتاج رمضان صبحي؟ لا خالص، مفيش الكلام ده نهائي. مفيش الكلام ده؟ لا 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 خالص. اللي بعد احمد عصام، هل في اسماء معينه دخلت اهتمام الاهلي بضمها في خط الدفاع اجانب او محليين؟ واخبار المهاجم الاجنبي هيتجاب ولا مفيش تاني؟ ما هو الاهلي جاب اسامه ابو علي. بص بالنسبه للمدافع هو كده كده هو دي ولا ايه؟ ما خلاص ما جاب. انا خلاص انا الموضوع ماشي. المهاجم ده ليه؟ انا تعبت منه. جابوا وسام جابوا وسام، بس هو الكلام لان موديست طبعا المفترض ان هو اخر الموسم ده ممكن يمشي. تمام، ممكن او ممكن هيمشي. ما ماشي هيمشي. هيمشي ما حدش عارف الكام شهر اللي باقيين، يمكن ربنا ينفخ صورته يعني ويكرمه يعني. مش بعيد على ربنا. خلينا نتفق ان المدافع كولر عايزه من يناير اصلا، يعني مش حتى من دلوقتي، بس يعني حد دخل الاهتمامات كان ابرز الناس اللي داخلين الاهتمامات كان اسماعيل. بس لحد اللحظه دي لسه ما فيش اي حاجه والموضوع متاجل لنهايه الموسم، يعني ما فيش اي كلام خالص في الوقت الحالي. بالنسبه للمهاجمين طبعا يعني ده لسه بدري قوي عليه على حسم القصه دي يعني. خد سؤالين كمان ونختم. اللي بعده محمود طبعًا. عبد العال، محمد بن رمضان هيجي الاهلي الموسم الجاي ولا لا؟ وعبد المنعم هيخرج الموسم الجاي ولا لا؟ وتحياتي لك يا ابراهيم وارهام وشوقي. شكرا يا ده هم لقوا مياله زمالك فرحوا قلبنا كلها اهلي. انتوا يا جماعه ما عندكوش وسط جوه؟ واحد وواحد يعني. يلا بينا. طيب محمد بن رمضان، لا مفيش اي حاجه مع محمد بن رمضان خالص، يعني الكلام اللي موجود ده غير صحيح اطلاقا، وانا تواصلت مع مصدر مقرب للاعب من فتره اصلا لما الخبر كان انتشر واتقال لي ان الكلام مش صحيح. عبد المنعم نفسه يحترف جدا جدا، واداره النادي الاهلي عارفه حاجه زي كده كويس جدا، وحصلت جلسه وكانوا اتكلموا مع بعض في النقطه دي. وبالمناسبه في اهتمامات كتير جدا من كذا نادي بره مصر في اوروبا بمحمد عبد المنعم، والسكاوتنج بتاعهم شافوه ومتابعينه خلال الفتره اللي فاتت. مفيش اكشن رسمي اتاخد خالص، بس النادي الاهلي عنده نقطه مهمه جدا ان هو لو هيطلع محمد عبد المنعم، وده اتقالت للاعب بالفعل، مش هيطلعه الخليج، قالوا له احنا هنطلعك لاوروبا فقط مش اكتر من كده، وهي اصلا موضوع اوروبا ده رغبه اللاعب الاولى. عظيم. وكان في سؤال تاني بس خلاص. لا قول عادي انا معاك. الوقت لا والله انا معاك. ما انت معايا وهو شوقي معايا وانا معاك. ماشي بس مفيش وقت. خلاص يا جماعه الحلقه اللي جايه ان شاء الله. الحجز خلص خلاص. خلاص خلاص يلا. احنا شويه اللي احنا دافعين بيهم خلاص خلص. كسبنا طيب ولا ايه؟ بركه الله. لا مبروك والله، انتوا حاجه عظيمه. حاجه جميله. حبيبي. والمصداقيه ايه؟ شعارنا. على بركه الله. شكرا على ثقتك الغاليه. شكرا على ثقتك يا فندم. رهاب بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. شكرا جدا يا ابراهيم. شو بشكرك شكرا جزيلا وشرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك يا رب. دي كانت حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، نشوفكم بكره ان شاء الله. تصبحوا على الف خير. سلام.